من هناك يبقى معنا إسماعيل درويش موفد تلفزيون سوريا من منطقة أسنيورت في إسطنبول. مرحبا بك إسماعيل. إسماعيل، هل من رواية جديدة تركية؟ وماذا عن الروايات السابقة التي صدرت بخصوص التهجم أو الهجوم الذي حدث في أسنيورت؟ نعم سلمان، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. كما علمنا، أصدرت وزارة الداخلية التركية وولاية إسطنبول أصدرا بيانين منفصلين عن تفاصيل القضية. ورد في البيانين أنه تم اعتقال 7 أشخاص، 4 منهم دون السن القانوني، ولا زالت التحقيقات جارية حتى الآن لمعرفة تفاصيل وملابسات القضية، لأنه قد لا يكون وفق شهود العيان الذين تحدثنا إليهم أن الحادثة ربما تكون مفتعلة، لأن هناك كان مجموعة من الشباب ينتظرون إشارة للهجوم على المحلات السورية والاعتداء عليها. طبعا الشرطة متواجدة في كل مكان هنا، والمول مغلق، والهدوء في المنطقة، لا يوجد حاليا أي أعمال شغب. طيب إسماعيل، الآن وبعد ساعات من هذا الإشكال الذي حصل مساء الأمس، كيف هي الصورة الآن في المنطقة في المجمع التجاري؟ طبعا المجمع التجاري مغلق، وربما يبقى مغلق لعدة أيام، لأنه يحتاج إلى أعمال الصيانة بعد أعمال التكسير التي تعرض لها. الأسواق هنا فاتحة، وحتى السوريون فاتحون محلاتهم التجارية والحياة بشكل طبيعي، لكن الشرطة متواجدة في كل مكان تجنبا لأي ردة فعل سلبية قد تحصل في الساعات القليلة القادمة، أو ربما تحدث أعمال أخرى. لذلك الشرطة حاضرة في كل مكان، وهناك تفتيش أيضا منع حصول أي شيء أو أي أعمال شغب أخرى. طيب إسماعيل، هؤلاء الأشخاص الذين تم اعتقالهم، هناك أخبار أو الأخبار قالت أنهم ما دون السن القانوني، ما هو مصيرهم الآن؟ وما هم فوق السن القانوني، ما هو مصيرهم أيضا بحسب متابعتك وأسئلتك هناك في المنطقة إسماعيل؟ طبعا حاليا هم محتجزون في أحد المخافر القريبة من هنا، لكن التحقيقات جارية، فقد يتم اعتقال عدد آخرين. بعد ذلك سيتم حال المراهقين إلى سجن الأحداث، والبالغين إلى سجن البالغين، وبعد ذلك يتحول الملف إلى الإجراءات القانونية التي قد تتخذ بحقهم بتهم رهاب الأجانب. هذا المصطلح الذي ينتشر في الفترة الآونة الأخيرة في تركيا، ومصطلح رهاب الأجانب لمنع تكرار سيناريوهات أو أحداث عنصرية قد يتعرض لها السوريون. لكن عموما سلمان، الحدث هذا ليس كبير كالأحداث السابقة، هو حدث محدود نسبيا، والشرطة تمكنت من إعادة الهدوء إلى المنطقة واعتقال المتسببين. لكن كما أشرت، هناك لازالت تحقيقات جارية، وقد يتم اعتقال آخرين، علما أن المعتقلين جميعهم من الجنسية التركية حسب ما فهمنا، ولم يتم اعتقال أي مواطن سوري أو أجنبي. وأيضا كما تعرف أن المتسبب بالقضية هو تركي طلب سيجارة من شخص فلسطيني، ولم يكن للسوريين أي شأن، لكن الشاب الفلسطيني دخل إلى المحلات فقط لأنه يتكلم العربية فظنوا أنه سوري. تماما، فقط أنه يتكلم اللغة العربية وظن أنه سوري، وتم الاعتداء على المحلات السورية عموما. لكن كما أشرت، هناك من يقول أن هذا الهجوم مفتعل، لأن الكثير من الشباب الذين هاجموا المكان يبدو أنهم كانوا ينتظرون إشارة من أحد، حسب ما فهمنا من شهود العيان. نتمنى السلامة للجميع. إسماعيل درويش موفد تلفزيون سوريا، كنت معنا من حي أسنيورت في إسطنبول، أشكرك جزيل الشكر.